ماذا يتحدث الحديث؟ سنقرأه الآن سوية ونستخرج الفكرة الرئيسية وتوضيح معاني المفردات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري في صحيحه. من يقرأ سلام لنا؟ عليكم. طيب سلام تفضلي عليكم. هبة، سلام عليكم. تفضلي يا هبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في الرزق في رزقه أن ينسأ له في أسره فليصل رحمه. طيب وينسأ له في أسره في أثره فليصل رحمه. رحمة. تفضلي. طيب شكرا لك يا هبة. إسراء تفضلي اقرأيه لنا مرة أخرى. إسراء تفضلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. تمام، بارك الله بك. طيب حنشوف هلا. أول شيء نبدأ براوي الحديث. مين بيعرف مين هو راوي الحديث؟ يعطيني فكرة موجزة عنه. ابتسام. نعم سي. ابتسام. نعم سي. أسعيد السؤال. ماذا تعرف أو تعرفين عن راوي الحديث أبو هريرة؟ أعطيني نبذة أو أعطيني نبذة موجزة عنه. ابتسام. اي انسي مايك. انسي يعني انه كيف ما فهمت. يعني ماذا تعرفين عن ابي هريره؟ راوي الحديث، تعرفي شيء عنه؟ اذا ما بتعرفي مو مشكله، يعني انا عم بسال اشوف هيك، يعني مثل شوف معلوماتكم، شو عندكم معلومات عنه؟ نص صحابي يعني. ايوه كان يحب صلى الله عليه وسلم كثير، هذا اللي بعرفه يعني، صراحه ما بعرف اكثر. طيب بارك، شكرا لك يا ابتسام. تفضلي يا حنان. همانسي. حنان. همانسي أعرف إنه هو أبو هريرة رضي الله عنه من السابقين في الإسلام، هو اللي أكثر يعني أكثر الصحابة روى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولقب بأبو هريرة بسبب يعني إنه كان يحب اللقطات كثير ويربيهم ويعتني فيهم ويرحمهم، يعني هذا أكثر شيء بعرفه عن الصحابة أبو هريرة. جميل، يعني ايوه هو اضفتي لنا معلومتين، انه كان من المكثرين يعني او من اكثر رواة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمي بابو هريره او لقب بابي هريره لهره كان يحملها، بيقولوا انه بيحطها هيك بكمه، يعني كان مثل انه بيحملها وبيحن عليها، وفي كمان روايات انه لا كان يحن على اللقطات بشكل عام. طيب مين عنده كمان اضافه اخرى عن الصحابي الجليل راوي الحديث ابي هريره؟ بس صفا. تفضلي صفا. أنسي اسمه هو عبد الرحمن صخر الدوسي. جميل تمام. أيوة عبد الرحمن من صخر الدوسي. تمام. بعد وفاة. نعم أنسي. تفضلي إسراء. أنا أنسي بعرف. أنسي عارف عنه أنه أنسي روى 800 حديث. 800 راوي يعني، وأكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي 800 راوي كيف قصدك؟ يعني ما فهمت. هو راوي، هو راوي الحديث. قصدك من روى عنه. أيوة من روى عنه 800 راوي. تمام. أما روى أكثر من 5000 حديث. طيب تمام. تعرف لك يا إسراء. تفضلي هبة. يلا آخر شيء. أنسي اسمه هو عبد الرحمن بن صخر الدويسي، مشهور بكنيته أبو هريرة رضي الله عنه. إسلامه قدم من يمن مسلما في السنة 17 من الهجرة عام خيبر. السابعة وليس السابعة عشر. تمام. أنا شغلت السابعة من الهجرة.
صفاته لازم النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة من حواله وحفظ عنه أحاديث كثيرة حتى غدا أكثر أصحابه رواية للحديث الشريف علما تفرغ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لنشر العلم ورواية الحديث وقصدة الناس لذلك حتى تجاوز عدد من رواه من روى عنه 800 راوي وروى أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وفاته توفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة سنة 57 للهجرة النبوية. تمام بارك الله بك يا هبة. خلاص يعني أيوة هو مثل ما هلا يعني قرأنا سوية أو يعني موجود هو في الكتاب عندكم صفحة 62. يعني أهم صفاته أنه هو أكثر يعني كان من أكثر الصحابة رواية للحديث. ليش؟ لأنه كان كتير ملازم للرسول، فكان وين ما يروح الرسول صلى الله عليه وسلم يروح معه على المسجد، جالس بعد الصلاة مثلا بين أصحابه ويظل يعني يجلس. وهو كان من بيسموه من أهل الصفة، هدول اللي كانت يعني من فقراء أهل المدينة، كان خصص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني مثل طرف المسجد النبوي، لهم كان هيك مكان مخصص لهم مثل بيوت صغيرة يجلسون بها، فبالتالي يعني بيحنوا عليهم أهل الخير وبيعطوهم يعني أكل شراب ملبس هكذا يعني، فكانوا يسمون من أهل الصفة. بس كانوا شو ميزتهم بقى؟ أنه ما شاء الله يعني إيمانياتهم عالية، تقواهم هيك، فلذلك سموا بهذا الاسم. طيب